لا 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 أمزح أمزح والله جلال إني أمزح. طيب وهذا هنا قايبات ما فيها شيء. يا زفت يا جلال. أيوة هنا الصح. زفت هذا لما تلفت معي تلفت. كيف أموت الحين؟ يا الله يا أخوان شوفوا كيف هذا الحيوان ينزل على حبة حبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. شباب إيش فيه؟ آه يا جماعة وش فيه؟ وش الحل؟ يا جلال يا جلال وش أسوي؟ وش أسوي هنا؟ جلال 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 إيه أقسم بالله يا شباب ذا المكان يجيب الهم. يلا أطلع أنت. قمة في الوضاعة، قمة في الحقارة، قمة. سوفت لوك سوفت لوك. لا والله مو بسوفت لوك. الله يسامحك يا جلال. ايش الحركة البايخة هذه؟ ويا شباب يبغاني ما اخذ ولا شيء من الوردات هذه. لو اخذت اي شيء من الوردات هذه انا بنتكب. يعني خليك يا عمر هنا واقف. ايه لا يا شيخ. ايوه قول لي كذا يا نصاب. طيب اوكي وبعدين. طيب شوف هنا عندي حرف الزد. جلال يرحم امك يرحم امك. والله ترى تعبت. نسوي زد. يلا نسمع كلامه. لا والله يعلن جلط. جلال بلا استهبال ضاع عيال تشيك بوينت 2. طيب حلو يا شيخ حرام عليك حرام عليك. يعني المفروض ما اسوي سبن. حسبي الله ونعم الوكيل. يا اخي كيف جاب لي الوردة كيف؟ اوه تشيز. عيال والله لقيت فيها تشيز. اشيزها لك يا تعبان. يعني تقدر تنط بيوشي ولا يجيك شيء. طيب هنا خذ هذا وامشي. طيب بعدين ايش فيه؟ اموت عادي اموت. اهم شيء على تشيك بوينت 2. تعال يلا انت تعال يا الجني تعال. اقسم بالله يا شباب انها معاناة. خلوني ادخل هنا. هنا وش كان فيه؟ اي صح. لازم يعني اجيب الوردة غالبا. ايوه لازم اجيب الوردة عشان اضرب هذه. ايوه ايوه اوه شو شو كيف يا اخوان. الحق الحق. طيب هنا ايش فيه؟ اوكي ايوه لا 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 ارحم ابوك.
صح علي. طيب بعدين هذه عيال لازم سبي... اوح والله هي بغت تروح علي. الأخيرة يا كذاب، شفتوا عيال الأخيرة ما فيها شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. ايوه لا الخوذة يا عيال، الخوذة 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 ما اخذها. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي اوكي فعل 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 سريع فعل سريع. بعدين ايش فيه؟ باب باي باب باي باب باب باي باب باي. خلنا نشوف الباب. قفل، حبسني الحيوان. اوه الحمد لله نجوت. لا 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 بموت بموت يا زفت. طيب يرجعني عيال تشيك بوينت 1. لا هذا شباب العالم الثاني. تشيك بوينت 1 لا، حسبي الله عليك يا جلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الفوز 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 الفوز. اوكي تشيك بوينت الثاني. قولي الفوز. والله الفوز. الحيوان مقفلها بذا. اوكي مقفلها ببلوك. اوكي شكرا شكرا جلال، يعطيك العافيه. والله شوف جلال عشانك كاتب اسمي بيعطيك لايك. تستاهل تستاهل. حلوه المرحله، يعطيك العافيه جلال. انتظر جديدك يا وحش. مرحله حلوه يا صح، اني تعصبت وكذا بس يلا. طيب اخوان المرحله صممها ابو منير كاستل اوف ذا 15 ويل جمب ريميك. لعبها شباب 45 خلصوها 28. خلونا نجربها يلا. طيب هنا وش يقول لي؟ انتوا كيف يا اخوان؟ ايزي بعدين كذا كذا. الله عليك يا عمر يا لعيب. لا 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 ايوه سهلة يا رجال. الله حلوة. ما في تشيك بوينت ابو فريم. فريم صديقي. ايوه والله ما شاء الله يا عيال علي ما شاء الله لا اله الا الله. ايوه واو ما شاء الله والله يا شباب اني فنان. لا 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 طايقونا. اوه هذه كذا. لا 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 شوف شوف عندي عندي يا شباب لها تشيز اتوقع. لا 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 مو كذا مو كذا. التشيزك وفره في مخباك. هذا كذا بس توقف على هذه وتمشي امورك تمام. يا عمر يا عمر يا عمر يا حبيبي. يا عمر يا حبيبي تونا كنا حلوين. ايوه الحين الحين اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه لا كويس كويس يا اخوان كيف. لا 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 ابو فريم يا زفت. اطلق اطلق اطلق. ايوه صح 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 يا هذا شباب هذا شباب. شوفوا كيف الحين ضبطها لكم. حلوه 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 جميله منك يا ابو فريم. ايه هذا المراحل اللي فيها فريمات كذا لطيفه. هذا المراحل الشباب اللي زي كذا اللي يبغى يصمم يصمم لي زي هذه. هذه انا اعشقها عشق.
اوكي هنا شباب هذا. الله عليك الله عليك. ايوه بعدين ايش فيه؟ اهدا اهدا ما حط لي زد. طيب ابو فرع ما علمني. ايوه يا سلام عليك يا عمر، والله ما شاء الله مبدع. لا 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 هدوء. اوف ايوه عيني عليك. تشيكوين 2 كل هذا عيال مره صعبه. لا بس كويس ان فيها تشيكوين. لا 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 هذه هذه ان شاء الله هذه بتضبط. اي يا حبيبي يا زفت يا زفت يا زفت يا زفت. ايوه يا حبيبي شوف بضبطها من اول محاولة. اوه الفوز. هلا لا يا عمر لا 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 يا اخي لا. الله حلوه يا ابو فريم والله يا شباب المرحله الجميله. المراحل زي كذا ترى مره بطله تعجبني. خلونا شباب نلعب هذه حق فارس، انا ما خلصتها. تلعبها في بث ما لا خلصتها، بخلصها ان شاء الله الحين. اوكي بمشي الجنب. ما شاء الله تبارك الله على الشي الجنب تعبانه. أتوقع شباب إن فيها تشيز. إيه أتوقع إن شباب فيها تشيز. أتوقع أتوقع باقي شباب مفتاح واحد. أوكي هذا عمر كيف راح تجيبه؟ ايزي. اوكي بسم الله. اي يا حبيبي. طيب طمنا الحين عيال تشيك بوينت. تبغون يا شباب نجيب الفوز من اول محاولة؟ ابشروا. اح بس خلاص دامني عيال ضمننا امورنا تمام. اوكي اوكي اوكي
يلا شباب مرحلة فارس وسنقضي عليها. أوه. يا جبهتي جبهتاه. بس الجنب بعدين الفوز. طيب انا شباب عندي حركة، ايش رايكم اجربها؟ حركتك يا عمر، حركة كذا. الله 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 يا عيال، والله تصدقون انها تتشيز. انا اوقف على هذا بعدين افوز، بحاول اني اشيزها مرة ثانية. بحاول انا قلت يا شباب بحاول. ايوه هلا يا فارس، اعطيتها لايك مقدما يا بطل. طيب اخواني، هذه المرحله حق مبارك برضو لعبتها في بث ولا قدرت اخلصها، فبالعبها ان شاء الله الان واخلصها. ايوه شكلي بسمي هذا الفيديو فيديو تسديد الديون. يا شيخ هنا بس المشكلة لو انا نازل ما اعرف يعني وانا اوقف، عرفتوا؟ ايه يا حبيبي ايه ابشرك، ايش في هنا؟ اوه في تشيك بوينت هنا. اهدى 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 شيخ، ده 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 ايه يا شيخ؟ ميد اير. يوهوهوهو والله البوت يجيب العيد، تعال يجيب الغايبة الآن. واو ما في مشكلة دامنا في تشيك بوينت عادي. ميد اير لعباتي يا عيال. طيب يا عيال والله اني ضغط فرامل، بس انه ما فرمل يعني، زحف زحف. الاي بي اس يا شباب كان خربان. اغبى موتة في التاريخ، قالوا اني مدرك الوضع. طيب يا مدرك الوضع انت. يلا الان يا حبيبي ما في شيء هنا، اتوقع لا خلاص. جي جي ايوه جي 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 ابلع فوز. حلو المرحلة يا مبارك، معطيك لايك مقدما يا بطل، ننتظر جديدك. يعطيكم العافية شباب على المشاهدة، أتمنى تكونوا استمتعتوا، لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك ونشر هذا الفيديو. في نهاية كل فيديو أحب أقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سلام.